بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الرحيم. السلام يا عليكم سلام ورحمة عليكم الله. ورحمة الله وبركاته. نرحب بجميع نرحب السادة بجميع السادة المتابعين المتابعين المنضمين إلينا المنضمين عبر إلينا المنصة عبر المنصة لحضور لحضور محاضرة محاضرة العدوى بعنوان عنوان وسائل مكافحة وسائل مكافحة الحماية المال العام. العام. تقام هذه تقام الورشة هذه برعاية الورشة برعاية الأستاذ بيكتور وعد محمود وعد رؤوف محمود رؤوف جامعة جامعة التكنيت التكنيت وبإشراف الأستاذ دكتور وائل عبد الكريم محمد مدير مركز التعليم المستمر بجامعة التكنيت ومتحدثكم المدرس أحمد راشد عجرش رئيس شعبة التطوير بمركز التعليم المستمر جامعة التكنيت. وسيقدم هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور أحمد خلف حسين الدخيل التدريسي بجامعة تكريت كلية الحقوق، وندعوه مشكورا لتقديم محاضرته. وسيتم في نهاية المحاضرة أخذ مداخلاتكم، وسيكون هناك رابط للحضور للحصول على شهادة الورشة. نرحب بكم مرة أخرى ونتمنى لكم الفائدة. فليتفضل الأستاذ الدكتور أحمد خلف حسين الدخيل. تفضل دكتور أحمد. بسم الله أرحب في الأستاذ أحمد رئيس الجلسة على يعني تواصله معنا ودعوته لنا للمشاركة في هذه الورشة العلمية التي تقام عن بعد وعبر الأنترنت والتي يقيمها مركز التعليم المستمر في جامعة كريت تحت عنوان وسائل مكافحة الفساد وحماية المال العام. الحقيقة يعني الموضوع من الموضوعات الشائكة واللي قد يكون به مجموعة كبيرة من الدراسات، يعني أكثر موضوع يمكن صارت به دراسات وأطلقت به التصورات هو هذا الموضوع، ولكن يعني رغم كل هذه الدراسات إلا أنه مع ذلك يعني الفساد المالي والإداري لا زال يضرب جميع مفاصل الدولة، ليس في العراق وإنما في أغلب الدول. بالتالي ينبغي علينا أن نبحث عن ما هي الوسائل التقليدية اللي تم طرحها في هذا الخصوص، ولماذا لم تفلح في أنه تزيح أو على الأقل تقلل من حجم الفساد اللي موجود في الدول. وبالتالي نبحث عن وسائل أو نحاول أن نلقي بعض الوسائل اللي ممكن أن تعين في التخفيف من حجم ذلك الفساد إلى أبعد الحدود. وفي التقديم أقول بأن يلعب الفساد بشكل عام والمالي منه بشكل خاص دور فعال في زعزعة استقرار المجتمع والنيل من قيمه ومبادئه، فالتأثير متبادل بين الفساد بشكل عام والمالي بشكل خاص وبين غياب ثقافة النزاهة وحماية المال العام والمحافظة على الوظيفة العامة والانتماء الوطني. وأكبر دليل على ذلك هو ما تشهد المجتمعات اللي تتعرض للفساد من هجمات شرسة تؤثر بشكل مباشر على مستوى الانتماء الوطني لدى الأفراد وتؤثر أيضا على الحصانة المفترضة للمال العام وتغيبها، وتضعف التركيز على النزاهة في التعاملات كافة وخاصة التعاملات المالية منها، وما يقود ذلك كله إلى استشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة على مستوى القطاعات كافة العامة منها والخاصة. يعني الأمر لم يعد يقتصر على الفساد في مجال القطاع العام في مجال دوائر الدولة، وإنما انطلق لتشمل عدواه كل القطاعات الأخرى من قطاع مختلط وقطاع خاص. تتجلى أهمية الدراسة بكونها تسلط الضوء على استخدام أي مظهر من مظاهر الفساد المختلفة للحصول على مكاسب من أي نوع كان، بما فيها المكاسب المالية سواء كانت هذه المكاسب نقدية أو قابلة للتقدير بالنقود. واللي يميز الفساد المالي حقيقة من غيره من أنواع الفساد من سياسي وإداري وأخلاقي واجتماعي وغيرها من جهة أخرى، هذا فضلا عن محاولة
هذه الدراسة وضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة المستشرية في أغلب الدول الغنية منها والفقيرة. الدراسة حقيقة يعني لاحظت وجود مشكلة أو أكثر من مشكلة حقيقة تواجه كل اللي يحاولون أنه يعالجون مشكلة الفساد المالي والإداري أو الفساد بشكل عام، هو أنه تداخل أنواع الفساد المتعددة بحيث يكون بعضها سبباً ونتيجة للآخر، مما يصعب أو يعقد مهمة معالجة هذا النوع أو هذه الأنواع من الفساد والتخلص منها أو على الأقل الحد من آثارها بشكل منفرد أو مستقل لكل منها عن الآخر. يعني أي دراسة أو أي محاولة للتخلص من نوع من أنواع الفساد بهذه الكم الهائل من أنواع الفساد سوف تفشل. ليش؟ لأنه الفساد يدعم بعض البعض الآخر، وبالتالي إذا حاولنا نعالج بعض الأمور راح يعني الأمور سوف تذهب بعيدا في اتجاهات أخرى. هذا المشكلة الأولى. المشكلة الثانية يعني معالجة الفساد هي ليس يعني مشكلة سهلة بحيث أنه معالجتها تكون بين يوم وليلة، وإنما هي يعني بها عنصر الزمن مهم جدا في عملية المعالجة وتحتاج إلى وقت. تتطلب مهمة التخلص من الفساد بشكل عام والمالي والإداري بشكل خاص وقت طويل لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، ولا يكفي استصدار قانون أو إلغاء آخر أو تعديل ثالث لإنجاز تلك المهمة، وإنما المهمة عسيرة ولكنها ليست مستحيلة. المشكلة الثالثة هي يعني الفشل الذريع اللي يعني انتاب الوسائل التقليدية في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام. احنا راح نستعرض حقيقة مجموعة كبيرة من الوسائل اللي استخدمت في دول أخرى ونجحت ربما في بعض الدول انه يعني تقلص حجم الفساد الى ابعد الحدود، ولكن هذه الوسائل التقليدية لا تنجح في كثير من الدول ومنها العراق، لانه البيئة يعني غير مواتية، البيئة في العراق غير مواتية لاستخدام مثل هذه الوسائل وتحتاج الى بيئة مختلفة، او انه نلجأ الى وسائل تتواءم مع البيئة العراقية. ومع ذلك احنا ما نهمل هاي الوسائل التقليدية، ممكن ان نستعين بجزء من هذه الوسائل التقليدية حتى ان ندعم او نعزز الوسائل الحديثة او المبتكرة اللي راح نذكرها خلال محاضرتنا لهذا اليوم. الدراسة بناء على مثل هذه المشكلات تنطلق من مجموعة من الفرضيات. هذه الفرضيات مفادها القضاء على الفساد المالي وغيره من أنواع الفساد اللي تضرب المجتمعات وخاصة المتخلفة منها، يتطلب مجموعة من المعطيات. هذه المعطيات أو الوسائل هي استخدام استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، وأن تكون هذه الاستراتيجية بنية صادقة، وإلا يعني في الدول النامية والدول المتخلفة تستخدم استراتيجيات، ونسمع عن أنه استراتيجيات وقيمة استراتيجية لمعالجة الفساد واستراتيجية لمكافحة البطالة واستراتيجية لمواجهة الفقر، ولكن هذه الاستراتيجيات نفسها يعني ينتابها الفساد، وبالتالي فإذا يدعو إلى هذه الاستراتيجية الشاملة بنية صادقة تأخذ بنظر الاعتبار الأسباب اللي تؤدي إلى الفساد وتحاول اجتثاثها من جذورها وتضع جدول زمني محدد للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. أيضا من ضمن يعني التصورات والمعطيات اللي نحاول أنه خلال هذه الدراسة نتبناها هو التركيز على تنمية مبادئ المواطنة والانتماء وحماية المال العام في جميع مراحل المعالجة اللي ترسم لمواجهة الفساد. فضلا عن ذلك ينبغي أن تعزز كل ذلك أو يعزز كل ذلك بالوسائل الحديثة والمبتكرة، وخاصة منها التي تركز على منع وقوع الفساد وتقي المجتمع منه على حساب الوسائل التقليدية اللي هي الوسائل العلاجية في الغالب. احنا حتى يكون يعني عملنا ودراستنا تكون مثمرة وكلامنا يكون
منتج، ينبغي في البداية أن نركز على أو نقسم موضوعنا على ثلاث محاور. المحور الأول راح نتكلم فيه عن التعريف بالمال العام، وكذلك التعريف بالفساد، حتى يعني نتعرف أيضا على ما هو المال العام وما هو الفساد وما هي أنواع هذا الفساد وأسبابه ومظاهره، حتى يكون إن منطلق حتى نقدر نشوف هل المعالجات اللي موجودة سواء كانت تقليدية أو مبتكرة، هل ممكن أنه تحل لنا الإشكالية أم لا؟ فإذا بدينا بالمحور الأول اللي هو بالتعريف بالمال العام، وبعدين تبنينا موضوع الوسائل العلاجية أو الوسائل التقليدية، ومن ثم تحولنا على الوسائل الحديثة والمبتكرة، فراح نبدي بالبداية بالتعريف بالمال العام والفساد بشكل عام. إذا أردنا نتكلم عن المال العام، فحقيقة علماء المالية العامة وأيضا فقهاء القانون، ومنهم فقهاء القانون المالي والقانون الإداري، يركزون بشكل كبير على المال العام، ويحاولون أنه يفصلون قسمي المال العام اللي هي الأموال الدولة المملوكة ملكية عامة وأموال الدولة المملوكة ملكية خاصة، واللي يطلق عليها ضمن دراسات المالية العامة بالدومين العام والدومين الخاص. فحقيقة فقهاء القانون الإداري اجتهدوا بشكل كبير في البحث عن معيار للتمييز بين أموال الدولة المملوكة ملكية عامة وأموال الدولة المملوكة ملكية خاصة، وبالتحديد ركزوا اهتمامهم على أموال الدولة المملوكة ملكية عامة حتى يوفروا لها الحماية الخاصة بها، وحتى يعني أيضا تحكمها مجموعة من القواعد، باعتبار أن قواعد القانون العام هي اللي تحكم أموال الدولة المملوكة ملكية عامة، على العكس من أموال الدولة المملوكة ملكية خاصة اللي يحكمها قواعد القانون اللي يحكمها قواعد القانون الخاص. وبالتالي وضعت عدة معايير، كان من ضمن هذا المعايير هو معيار ملكية الإدارة والتخصيص لاستعمال الجمهور بشكل عام، وهناك معايير أخرى كانت تتعلق بالتخصيص للمرافق العامة، هناك موقف للقضاء الإداري الفرنسي اللي اتخذ وسط بين الرأيين و أخذ بمعيار العائدية للإدارة والتخصيص للاستعمال المباشر للجمهور، ولكنه اشترط في هذه الأخيرة أن تكون ذات أهمية جوهرية وأساسية لتحقيق أغراض المرافق العامة، بحيث يتم إخراج الأثاث والأدوات المكتبية التي يمكن استبدالها بسهولة من وصف الأموال الدولة المملوكة ملكية عام. المشرع العراقي عندنا يعني حسم الموقف وحدد اللي مقصود به الأموال الدولة المملوكة ملكية عامة في القانون المدني، واشترط بالمال حتى يكون من أموال الدولة المملوكة ملكية عامة أن يكون بشرطين، الشرط الأول أو يتحقق بشرطين، الشرط الأول أن تكون الأموال عائدة للدولة أو أحد أشخاص القانون العام سواء كانت هذه الأموال منقولة أو عقارية، والشرط الثاني أن تخصص تلك الأموال للنفع العام سواء كان هذا التخصيص بالفعل كان متخصص للاستعمال المباشر للجمهور، أو أنه بمقتضى القانون أن المشرع ينص صراحة على أنه هي تعتبر من أموال المخصصة للنفع العام مهما كانت هذه الأموال بسيطة أو سهلة التغيير، فهي بكل الأحوال هي أموال مملوكة ملكية عامة، وحسب وصف علماء المالية العامة فهي دومين عام. أما بالنسبة لأموال الدولة المملوكة ملكية خاصة، فمثل ما قلت لحضراتكم يعني فقهاء القانون الإداري ما اهتموا بها كثيرا، وإنما اهتمامه كان على قواعد القانون العام وبالتالي على أموال الدولة المملوكة ملكية عامة، بل أنه حتى المشرع يعني ما تكلم عن أموال الدولة المملوكة ملكية خاصة، ولكن هذه الأموال نقدر بمفهوم المخالف فلما ذكرناه قبل قليل أن نقول أموال الدولة المملوكة ملكية خاصة هي الأموال اللي تملكها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، هذا الشرط الأول بفضلا عن عدم تخصيصها، الشرط الثاني هي عدم تخصيصها للنفع العام
لا قانونا ولا من الناحية الفعلية. إذا صار عندنا نوعين من أموال الدولة المملوكة الملكية العربية، زين، يا أموال هي اللي يفترض أن نحافظ عليها من الفساد المالي والفساد بشتى أنواع الأخرى. هل المحافظة على الأموال تكون على المال العام فقط، أم أنه أيضا تخضع للأموال اللي مملوكة ملكية خاصة، مملوكة للدولة ملكية خاصة، أيضا تخضع لنفس القواعد اللي تحكم مكافحة الفساد؟ حقيقة يعني صحيح بأن هناك اختلاف بالقواعد القانونية اللي تحكم كل صنف من الصنفين اللي هما الأموال الدولة المملوكة ملكية عامة والأموال المملوكة ملكية خاصة، باعتبار أن قواعد القانون العام هي اللي تحكم الأموال المملوكة ملكية عامة وقواعد القانون الخاص هي اللي تحكم الأموال المملوكة ملكية خاصة. مع ذلك فإحنا يعني نقدر نقول بأنه كل هذه الأموال هي تتوفر لها الحماية، وينبغي أنه نبحث عن القواعد اللي أو الأحكام اللي تبعد عنها الفساد بشتى أنواعه، من ضمن الفساد المالي والإداري. إذن هذا التقسيم لأموال الدولة المملوكة الملكية عامة، هذا التقسيم لأموال الدولة المملوكة الملكية عامة وأموال الدولة المملوكة الملكية خاصة، يعني ما كثير مهم بالنسبة لمعالجة الفساد، فيفترض أنه معالجة الفساد تكون على جميع أنواع هذه الأموال، بغض النظر عن كونها أموال مملوكة ملكية عامة أو أموال مملوكة ملكية خاصة، مع طبعا اختلاف القواعد اللي تحكم كل واحدة من هذه الأموال. طيب، هذا بالنسبة للمال العام. إذا انطلقنا للحديث عن شنو هو الفساد، ما المقصود بالفساد. الفساد يعني لقيت مجموعة حقيقة كبيرة من التعريفات، يعني مثل ما يعني سبقا ذكرت لكم بأنه يعني القواعد أو الدراسات اللي تناولت بالشرح والتفصيل موضوع الفساد هي دراسات كثيرة جدا، بحيث أنه هذه الدراسات نلقي بها يعني عدد هائل من التعريفات للفساد. ولكن يعني التعريف اللي لاحظت بأنه هو أكثر مناسب لموضوع الفساد هو أنه نعرف الفساد بأنه هو نوع من أنواع الانحرافات المبنية على مخالفة القوانين، لاحظ، مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو حتى قواعد العمل التي يضعها رب العمل في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وربما حتى القواعد الدينية والاجتماعية أيضا، يعني في بعض أنواع الفساد كالفساد الاجتماعي والفساد الديني أو التستر بالدين، هي أيضا تعتبر نوع من أنواع الفساد اللي تكون فيها مخالفات للقواعد الدينية والقواعد الاجتماعية. طيب، في أي الدول ينتشر الفساد وخاصة المالي منه؟ حقيقة يعني أكاد أجزم بأنه كل دول العالم، صغيرها وكبيرها، غنيها وفقيرها، كلها فيها فساد بجميع أنواعه، بضمنه الفساد المالي والإداري، ولكن حقيقة النسب مختلفة متفاوتة، ترتفع تارة في بعض الدول، في الدول المتخلفة والدول النامية، وتنخفض في الدول المتقدمة حسب توفر أسباب هذا الفساد، وحقيقة تصل ذروتها في الدول اللي تتفق بها السلطات العامة على اعتماد الفساد أساسا لعملها، بحيث يعني يشترك في ذلك الفساد جميع تلك السلطات، بعضهم يسند أو يغطي بعض الآخر، وعندها لن يكون هناك سبيل إلى ذلك إلا بتقييد السلطات، بحيث لا يستطيع الفاسدون مساندة بعضهم الآخر، ولا يتم ربط الشخصيات. فإذا هذا يعني تصور عام حول انتشار الفساد. خلينا ننتقل إلى أنواع الفساد. هناك العديد من أنواع الفساد، عندنا الفساد المالي، عندنا الفساد الإداري، عندنا الفساد السياسي، الفساد الاجتماعي، الفساد الاقتصادي، الفساد الأكاديمي أو الفساد العلمي،
غيرها حقيقة، يعني كثير من أنواع الفساد اللي ظهرت بالآونة الأخيرة وسلطت الدراسات عليها بشكل الضوء بشكل كبير. ويعني هذا الأنواع نقدر يعني نفصل نوع معين، حتى ما نقدر يعني حتى بالدراسات ما نقدر نفصل نوع معين عن بقية الأنواع، لأنه هذا النوع من الفساد تداخل مع بعضها البعض الآخر. إذا انتقلنا إلى التكييف القانوني لأعمال الفساد، يعني هل هذا الفساد، هل هذا الفساد له تكييف واحد؟ هل هو يعني في كل أنواع الفساد هو يعتبر جريمة، أم أنه لا يرقى إلى مجرد مخالفات إدارية ممكن أن تترتب عليها جزاءات إدارية، أم هو في بعض الأحيان لا يصل حتى إلى المخالفة القانونية وإنما هو مجرد تواجه بنبذ المجتمع لمرتكب؟ الإجابة حقيقة تتطلب البحث. ما نقدر نعطي جواب لمن، ما نقدر نعطي جواب لي. تسمعوني دكتور أحمد؟ صوتي واضح دكتور أحمد؟ نعم دكتور. نعم دكتور. الإجابة حقيقة تتطلب البحث في مظهر الفساد حتى نقدر نحكم عليه. ما نقدر نعطي حكم عام ونقول بأنه كل أنواع الفساد جريمة، أو كل أنواع الفساد لا تعتبر جريمة، أو كل مظاهر الفساد لا تعتبر جريمة، أو أنه هي مجرد مخالفة اجتماعية أو أخلاقية. الإجابة تتطلب أنه نبحث في كل مظهر من مظاهر الفساد، يعني كل عمل من أعمال الفساد له صفة معينة. ممكن بعض مظاهر الفساد لا ترقى إلى مستوى المخالفة القانونية وإنما هي مجرد مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع أو أخلاق المجتمع، بعضها حقيقة يعني مجرد أن نواجهها بنبذ المجتمع، ولكن البعض الآخر يصل إلى مستوى المخالفة الإدارية، والبعض الآخر يتجاوزها إلى أن يصل إلى الجريمة الجنائية إدارة حدود، وبعض منها يصل إلى حتى إلى جرائم إلى مستوى الجريمة الدولية اللي ترتب عليها المسؤولية الدولية. وممكن بعض المظاهر حقيقة يكون بها أكثر من وصف، بعضها ممكن أن يشكل مخالفة إدارية وجريمة جنائية وكذلك حتى جريمة دولية على حسب الأحوال. ايضا خلينا ننتقل إلى أسباب الفساد المالي والإداري. هناك يعني أسباب كثير للفساد المالي والإداري راح أعرج عليها بشكل سريع. من ضمن هذه الأسباب هو غياب ثقافة النزاهة والمواطنة والانتماء الوطني. طبعا يعني هذا أي يعني هو يعتبر سبب ويعتبر أيضا يعني نتيجة من نتائج الفساد، لأنه من ينتشر الفساد ويلاحظ المواطن بأنه الفاسدين يعني يتصدرون المشهد، أكيد هذا راح يقلل من ثقافة النزاهة، من الانتماء الوطني اللي يملكه، ويخفف من ذلك الانتماء. وبالتالي فغياب ثقافة النزاهة تعتبر سبب وتعتبر أيضا أثر أو نتيجة للفساد المالي والإداري أو بقية أنواع الفساد الأخرى. هناك أيضا من ضمن أسباب الفساد هو فساد الهيئات الرقابية نفسها. الهيئات الرقابية ممكن أن تكون فاسدة، وبالتالي هذا ما ينعكس على أو يعطي فرصة للفاسدين أنه يعني يتفقون مع مثل هذه الهيئات بحيث أنه ما تطالهم الجزاءات أو ما يخضعون لمثل هذه الرقابات، أو أن تكون هذه الرقابات غير فعالة أو صورية في مواجهتهم. مثل هذا يعني سواء كانت الرقابة برلمانية أو كانت الرقابة إدارية أو كانت الرقابة حتى مع الرقابة المستقلة، أو بل أن البعض من الفقه يقول بأنه حتى الرقابات الشعبية ممكن أنه تجير بعض الرقابات الشعبية لمصلحة بعض الجهات حتى تكون بها مستندة لمن، حتى يكون بها مستندة للفاسدين. ما دفع يعني بعض الدول مثل العراق إلى الإطاحة ببعض اللي لا المفتشين العموميين اللي تم إلغائها مؤخرا لهذه الأسباب.
هناك أيضا غياب العدالة الاجتماعية والسيادة الطوارق الطبقية والشعور بالظلم الاجتماعي، هذا أيضا أحد الأسباب المهمة كأسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية لموضوع الفساد، ضعف أو صورية المجتمعات مع المدني للمواطنين. لكن للأسف لأنه المجتمعات هي صورية وما نجد لها واسع في مجال مكافحة الفساد، ربما في تقديم الخدمات يعني نجحت، ولكن عملها فيما يتعلق بمكافحة الفساد كان حقيقة صوري. يعني لا ننكر دور البعض من الشخصيات اللي تتبنى أو تهتم أو تكون تنتمي لمنظمات المجتمع المدني واللي مارست ضغوط شديدة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ولكن يعني أحكي بشكل عام. أيضا يعني الفراغ التشريعي، ارتفاع مستوى التكاليف العامة من ضرائب ورسوم وغرامات وأجور خدمات، هذا كله يعني يزيد من حجم أو فرص الفساد المالي والإداري، لأنه هل الضرائب والتكاليف بشكل عام، ضرائب ورسوم وغرامات وأجور خدمات، ما تتناسب مطلقا مع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، لا من الناحية الكمية ولا من الناحية النوعية، وهذا يدفع إلى محاولة التخلص منها بشتى طرق قانونية أم طرق غير قانونية. من ضمن أيضا من ضمن الأسباب هو انخفاض مستوى فعالية الجزاءات المترتبة على مظاهر الفساد المختلفة. يعني الجزاءات صحيح موجود عندنا جزاءات، عندنا قوانين صارمة بالعراق، وهذه القوانين يعني حقيقة تبقى في بقية الدول، ولكنها لا تعمل لدينا في العراق، بالعكس تجير لمصلحة بعض الفاسدين للأسف وتشر عن بعض الأعمال. أيضا الحصانة القانونية، فبالتالي إذا عندنا عدم فعالية للجزاءات، الحصانة القانونية هناك حصانة قانونية لبعض الجهات اللي ما ممكن أنه تمس بإجراءات الرقابة عفوا، وهناك أيضا هناك حصانة فعلية، يعني بعض الأشخاص أصلا ما عنده حصانة قانونية، ولكن يعني معروف أنه ما حد يقدر يقول له جائزة، فإذا هناك حصانة فعلية لبعض الأشخاص بحيث أنه ما طالهم المسؤولية القانونية فيما يتعلق بقضايا الفساد. السبب الأكثر أعتقد واللي هو يعني القشة التي قسمت ظهر البعير هو اتحاد السياسة الفاسدة مع المال الفاسد والإدارة الفاسدة، هو هذا اللي يعني ألغى كل فرص لمواجهة إذا ما بقيت بهذه الفرص الوسائل التقليد. يمكن يعني عندنا فرصة أيضا، عندنا وقت إحنا نعرج على صور الفساد المالي والإداري، هناك يعني مجموعة كبيرة من صور الفساد، خلينا نركز على المالي، هناك يعني مظاهر أخرى للفساد، ولكن خلينا نركز على الفساد المالي. هناك القرون بدأ الاختلاس أشكاله البين، يعني يعني لحد الآن يعني عندنا نجمع بين وظيفيين أو الجمع بين أكثر من راتب. يعني قبل بالجلسة الأخيرة، يعني الجلسة الأخيرة اللي كانت لمجلس النواب العراقي، آخر جلسة، ما أعرف جلسة اليوم، ما أدري صار جلسة اليوم لما صار جلسة، الجلسة اللي قبل جلسة اليوم أقصد، كانت تضمنت أيضا يعني قوانين تبيح الجمع بين أكثر من راتب أو مكافأة من قبل الدولة، وهذا حقيقة ما منطقي، لأنه هذا يعتبر نوع من أنواع الفساد أو شرعنا للفساد. أيضا المجاملة في صرف النفقات العامة، هناك مجاملات كبيرة في صرف النفقات العامة تستخدم بها السلطات المعنية، السلطات التقديرية الممنوحة إلى حتى تصرف النفقات العامة في مجالات مجاملة أكثر منها مجالات حقيقية للإنفاق.
الإفراط في صرف النفقات العامة، هناك إفراط في صرف النفقات العامة وهناك مبالغة في تقدير الموازنة العامة للدولة. يعني تلاحظت بأنه الموازنة تقدمت وتسربت بالبداية قبل وصولها إلى مجلس الوزراء تسربت ب 158 تريليون، ولكن بعد أن وصلت مجلس الوزراء وتحولت إلى مجلس النواب العراقي تجاوزت 160 تريليون دينار بوقت أزمة مالية، فيفترض أنه نتبنى سياسة تقشفية. مع ذلك فكان هناك إفراط في صرف النفقات العامة، العفو، في إفراط في تقدير الموازنة العامة، وهذا ما دفع محاولات للجنة المالية في مجلس النواب إلى التقليل من حجم الإنفاق العام. يعني البعض يقول بأنه سوف يتم تنزيل هذه النفقات إلى حدود 100 تريليون دولار، نتمنى أن تصل إلى هذا المستوى حقيقة، لأنه يعني 60 تريليون أو أكثر من 60 تريليون هي باعتقادي مبالغة، باعتقادي كمتخصص في الجانب المالي هي فيها مبالغة كبيرة في الوقت الحاضر. المبالغة أيضا في استهلاك الأموال العامة، هناك يعني مجالات واسعة لاستهلاك النفقات أو استهلاك المال العام بشكل كبير دون ما مبرر ودون ما رادع. مثل يعني أبسط مثال هو تغيير الأثاث في الدوائر، يعني الدوائر بشكل مفرط جاي تستخدم تغيير الأثاث دون ما أن يكون هناك رادع ولا أنه هناك رقابة في هذا الخصوص. هذه هي الأسباب، هذه الأسباب أدت إلى يعني إلى الفساد، وهذا الفساد أدى إلى مجموعة من الآثار، ممكن أن نذكر مجموعة من هذه الآثار: ضعف الاقتصاد الوطني، تدني مستويات النمو، هروب الاستثمارات، كل هذا يعتبر من ضمن يعني الآثار اللي تترتب اللي ترتبت على الفساد المالي والإداري، وهذا اللي جاي نعيشه بالوقت الحاضر. انخفاض الحصيلة الإيرادية للدولة وهيئاتها العامة، يعني هذا يمكن واضح لأي يعني متفحص للموضوع يستطيع أن يلحظ وبسهولة أنه كثير من القوانين جاي تفرض غرامات. أبسط مثال قانون المرور، قانون المرور يفرض غرامات ويفرض رسوم كبيرة جدا، قانون المرور الجديد اللي صدر بمجموعة كبيرة من الغرامات، أيضا بمجموعة كبيرة من الرسوم اللي يعني ما تتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة. ولكن مع ذلك احنا خلي نقول بأنه خلي تم عملية الجباية بشكل طبيعي. زين، هذه الإيرادات وين جاي تروح؟ ليش ما جاي نشوف إلها انعكاس بالموازنة العامة للدولة؟ هذا حقيقة هو أثر من آثار الفساد وانخفاض الحصيلة الإيرادية للدولة. أيضا انخفاض القدرة على الإنفاق العام وتبني سياسة التقشف، انتم جاي تشوفون بأنه الدولة لأنه الإيرادات ما جاي تصل إلى الخزينة العامة بالشكل الصحيح، جاي تروح إلى مجالات أخرى، فبالتالي هذا ينعكس سلباً على القدرة على الإنفاق، وبالتالي يخفض هذا القدرة على الإنفاق، وبالتالي يدفع إلى أن يكون هناك سياسة تقشف. ولكن هذه سياسة التقشف تطال من؟ تطال ذوي الدخول المحدودة للأسف، وتترك الفاسدين بمن أعانه. أيضا انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية، رغم حجم النفقات الهائل اللي جاي ينفق في دوائر الدولة، ضعف الثقة بالدولة وانخفاض هيبة هيئاتها العامة. للأسف يعني الدولة يعني يفترض أنه تبقى ثقة الأفراد بها قوية، ليس فقط من الناحية المالية وإنما حتى من بقية النواحي. يعني احنا ندرس طلابنا بالمالية العامة، نقول بأنه ثقة الأفراد بالدولة مهمة جدا، حتى الدولة من تحتاج أنه تقترض بعض الأموال، سواء كانت هذه الحاجة مالية أم حاجة اقتصادية أم حاجة اجتماعية، أو هدفها أقصد اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، فيفترض أن تكون هناك ثقة للأفراد بالدولة. احنا تركنا الثقة
المالية بالدولة وبدينة، حتى بالثقة بهيبة الدولة وهيئاتها العامة. فحقيقة يعني حاليا جاي يشوفون، خلنا نأخذ مثال بسيط بالجوانب الصحية مثلا، هناك تشكيك في إجراءات حضرة التجوال، وبالتالي هذا ينعكس على وعي المواطن، هذا ينعكس على وعي المواطن، لأن يعني المواطن يقول لك أنا ما مقتنع، والله أنت يعني تفرض حضرة التجوال نص الأسبوع والنص الثاني تفتح الأبواب على مصراعيها، هذا ما منطقي. إذن هذا ناتج عن إيش؟ هذا هو المفروض المواطن ما يناقش هيك مسألة، ولكن لأنه هيبة الهيئات العامة قلت لدى المواطن، وبالتالي هذا دفع المواطن إلى التشكيك في كل إجراءاتها، بل أنه هذا التشكيك حتى انعكس على الجهود الحكومية لتوفير اللقاحات. يعني حاليا بعض القنوات الفضائية، بعض وسائل التواصل الاجتماعي يسلطون الضوء على أنه هاللقاحات ممكن تكون بها مضار أو غيرها، وبالتالي هذا التشكيك بالإجراءات الحكومية، وهذا ناتج عن انتشار الفساد. أيضا انتشار جريمة غسل الأموال، صورية مبدأ الفصل بين السلطات والتدخل بعض السلطات في عمل السلطات الأخرى خلافا للقانون، المساس بهيبة الوظيفة العامة والنظرة الدونية لهذه الوظيفة، استشراء عصابات الجريمة المنظمة وخاصة العصابات الإرهابية اللي يعني الفساد يوفر لها البيئة المناسبة للانتعاش والعمل، وهذا حقيقة يعني واضح جدا في الدول اللي الخروقات الأمنية بها كثيرة. الفساد كما يقال هو الوجه الآخر للإرهاب. هذا بالنسبة للمحور الأول. احنا عندنا ثلاث محاور مثل ما قلت لحضراتكم. المحور الأول كان للتعريف بالفساد المالي والإداري، وكذلك للتعريف بالمال العام. خلينا ننتقل إلى المحور الثاني، وهي سبل المعالجة اللي مستخدمة حاليا في العراق وفي غيره من الدول موجودة. يعني هذه السبل راح يعني نتطرق لها، يعني يمكن ما راح نتطرق لها بشكل تفصيلي، وإنما يعني أمر عليها بشكل سريع. هاي الوسائل أو السبل معالجة الفساد المالي التقليدية اللي معروفة في كل الدول، وأيضا يعني حتى ثابتة في كل الدراسات اللي تدرس أو تتبنى موضوع معالجة الفساد المالي والإداري. أولى هذه المعالجات هي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الفساد بأنواعه المختلفة، والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي تواجه نوع أو صورة من صور الفساد بمعزل عن الأنواع أو الصور الأخرى. هذا حقيقة يعني عملت به بعض الدول ونجحت حقيقة أيما نجاح في تحقيق أو في مكافحة الفساد، وجعلت هذا الفساد يصل إلى الحد الأدنى. كان واحد يسأل يقول يعني وإذا وصل للحد الأدنى معناته هو أيضا يبقى فساد. نعم، يعني أنت ما تقضي على الفساد بشكل كامل هذا شيء مستحيل، ولكن أنه نقلل قدر الإمكان، كلما كان الفساد قليل كلما كان أفضل. يعني الحد الأدنى للفساد هو الطموح في هذا المجال وليس القضاء عليه بشكل كامل. عندنا بالنسبة لهذا الاستراتيجية حقيقة المقصود بها أنه نوع واحد من أنواع الفساد ما ممكن نعالج، لأنه إحنا من نعالج نوع من أنواع الفساد ونترك الفساد ينتعش في مجالات أخرى إحنا ما سوينا شيء، ولا حتى المسألة ما فقط تتعلق بنوع الفساد وإنما بشخوص الفساد. يعني ما يجوز أني مثلا عالج الفساد أو أحاسب بعض الشخوص من الفاسدين وأترك الأشخاص الآخرين، ما سويناش، لأنه هذا يعني بأنه عدم عدالة. أولا عدم عدالة، اثنين النتائج راح تكون وخيمة، لأنه بعض الأشخاص يكونون راح يتبنون دور أولئك الذين تمت محاسبتهم، وبالتالي يعني مثل ما يقولون ما سوينا شيء إذا ما كان هناك محاسبة استراتيجية أو وضع استراتيجية شاملة ومحاسبة الجميع الفاسدين. أيضا تنمية ثقافة النزاهة والمواطنة والانتماء الوطني والمحافظة على المال العام. يعني لازم كل دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بل أنه حتى المواطن نفسه لازم يسعى إلى تنمية ثقافة النزاهة والمواطنة والانتماء الوطني والمحافظة على المال العام. يعني رجال الدين، شيوخ العشائر، كلهم لازم يدخلون بهذا المجال حتى
تتنمى عندنا ثقافة النزاهة والمواطنة والانتماء الوطني ونحافظ على المال العام. عندنا بعد الاستعانة بخبرة وتجربة المنظمات الدولية والدول المتقدمة في مجال مواجهة الفساد المالي، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبعا خصوصية المجتمع العراقي والابتعاد عن الوصفات الجاهزة في معالجة الفساد. يعني احنا خلينا نستعين بخبرات المنظمات الدولية والدول المتقدمة نقول شلون عالجت الفساد، يعطونا خبراتهم، ولكن ما ناخذها على علاتها وانما نحاول انه نوظفها لخدمة مجتمعنا ونحور بها بحيث تكون متوافقة مع منو، مع البيئة العراقية. من ضمن ايضا يعني معالجات الفساد هي انه ندرس اسباب الفساد، نعرف ظاهرة الفساد شنو أسبابها مظاهرها، نحاول أن نعالج كل سبب من هذه الأسباب بشكل مستقل ونعالج المشكلة برمتها أيضا. فالقضاء على مسببات الفساد هو اللي يضمن لنا عدم حصول النتائج غير المرغوب فيها، وهي الفساد اللي موجود. عندنا أيضا من ضمن المعالجات لإصلاح النظام الإيرادي وتخفيف الأعباء المالية على المكلفين بالرسوم والضرائب والغرامات وأجور الخدمات. يعني إصلاح النظام الإيرادي، يعني إحنا عندنا نظام، خلينا نجي نظام الإيرادي، ما نأخذ النظام الإيرادي بشكل عام وإنما خلينا نجي نأخذ مثال النظام الضريبي. يعني النظام الضريبي بالعراق قديم جداً، ما يتوافق مع الوضع الحالي ولا يتوافق مع المرحلة اللي يمر بها البلاد. كانت هذه القوانين وضعت في الستينيات وفي الخمسينيات وفي الثمانينيات من القرن الماضي، يعني بعض منها يعني مضى عليه أكثر من نصف قرن، ومع ذلك هذا النظام لا زال ساري المفعول ولا زال هو اللي معتمد. وهذا حقيقة يعني غريب جدا، يعني دول ما تغير بها النظام، ومع ذلك جددت أنظمتها الضريبية، بالإضافة إلى الأنظمة الإيرادية الأخرى مثل النظام الإيرادي الخاص بالنفط. عندنا أيضا متخلف، ما معقول يعني تغيرت فلسفة الدولة، تغير الوضع النظام، تغيرت الأيديولوجية بالكامل للدولة وبقت القوانين بنفس الشاكلة، ما معقول. وهذا يعني مسألة تتعلق بجانب المالي وحتى يأثر على حجم الفساد اللي موجود. هذه الإيرادات سواء كانت رسوم أو ضرائب أو غرامات أو أجور خدمات أو إيرادات أخرى ينبغي أن تكون متوائمة مع المقدرة التكلفية للمكلفين، متناسبة مع مستوى الخدمات المقدمة كما ونوعا. أيضا يعني من ضمن الوسائل المعالجة التقليدية في مكافحة الفساد هي إجراء التعديلات القانونية الضرورية في النظام القانوني بالشكل اللي يضمن التخلص من كل أشكال العفو الفراغ التشريعي وغموض النصوص والثغرات القانونية، والعمل على موائمة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والمصادق عليها من الدولة العراقية. هذا حقيقة أيضا أمر ضروري، ولكن مع ذلك يعني حقيقة يعني جزء منه هو معمول به بالعراق، ولكن مع ذلك ما تثمر جهود مكافحة الفساد. تقليل الفوارق الطبقية، إيش قد نقلل الفوارق الطبقية إيش قد يكون المجتمع أكثر استقرار، وبالتالي راح يقلل من إمكانية اللجوء إلى الفساد، وإلا في يعني ما عدا ذلك الفساد سوف يستشري أكثر فأكثر. وطبعا هذا يتطلب اتباع سياسة مالية تأخذ بنظر الاعتبار تقديم أكبر وأفضل أنواع الخدمات لذوي الدخل المحدود، فضلا عن مسألة أخرى أيضا مهمة هو تحصين الجهات الرقابية من الفساد. شو نحصن الجهات الرقابية من الفساد؟ من خلال اعتماد آليات معقدة وخاصة في تعيين أعضاء هذه الجهات وعزلهم. يعني جهة رقابية مثل ديوان الرقابة المالية، مثل هيئة النزاهة، يفترض أنه يكون جهات مهمة للرقابة، مثل هذه الجهات اللي يفترض أن تكون مستقلة. هذه الاستقلالية حتى نضمن الاستقلالية يفترض أنه يتم تعيين أعضاء هذه الهيئات وعزلهم يكون بشكل معقد، بحيث أنه
ما يخضعون لمساومات تتعلق بنقلهم أو تحويلهم إلى دوائر أخرى أو معاقبتهم بصورة ضمنية وليس بصورة حقيقية أو العفو وليس بصورة صريحة. كلها جهود كبيرة ربما لا تتوفر لدينا في الوقت الحاضر. أيضا إقامة بيئة استثمارية جاذبة من خلال اختصار إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية ومنح الامتيازات التشجيعية. هذا حقيقة يطلب بيئة بعيدة عن الفساد. وهذا الحقيقة هناك مجموعة كبيرة من الدراسات اللي سلطت الضوء على نظرة الشركات الاستثمارية الكبرى لفرص الاستثمار في أكثر من فرص الاستثمار في أكثر من بيئة استثمارية. في دراسات عملت في هذا أو عملت في هذا الخصوص. هذه الدراسات يعني حاولت إنه تستشف رؤى وأفكار وتطلعات مثل هذه الشركات الاستثمارية الكبرى. وجدت هذه الدراسات في أغلبها بأنه هذه الشركات تفضل البيئة اللي تعتمد القانون والشفافية واللي وترفض الدخول في البيئة الفاسدة والبيئة التي لا تحترم القوانين ولا تطبق القوانين حتى عليها. لأنه أقول لك يعني أفضل إلي بأنه أعمل في بيئة قانونية وأعرف يعني الآثار اللي تترتب علي بحكم الخبراء القانونيين اللي موجودين لدى هذه الشركات. أما إذا كانت في بيئة لا تتعامل وفقا للقانون وإنما تعمل بمعطيات فساد توظف القانون فيها لمصلحة فئات معينة، فهذا حقيقة راح يدفع إلى الابتعاد عن الدخول في تلك الأسواق أو تلك البيئات الاستثمارية. يعني هاي كل الوسائل أو يعني مجموعة كبيرة حقيقة منها من الوسائل اللي موجودة بالوقت الحاضر واللي معتمدة من بعض الدول، وحتى بالعراق يكون محاولات لاعتماد البعض منها، ولكن مع ذلك ما جاي تتنزل. ليش هاي كل هالمعالجات ما جاي تعمل؟ يعني جاي بالعكس، يعني كل ما يصدر قانون جاي يوظف هذا القانون لخدمة الفاسدين والمفسدين. يعني على سبيل المثال خلاص أجيب لكم مثال بسيط. أنا كمواطن من دول الإعاقة استبشرت كثيرا بصدور قانون رعاية دول الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013. يعني استبشرنا بشكل كبير بأنه هذا القانون راح يوفر لنا كثير من الحقوق اللي ما كان معترف بيها إن كأفراد من ذوي الإعاقة. ولكن اللي حصل بأنه إحنا بالبداية هاجمنا هذا القانون كمختصين بالقانون المهتمين بشأن ذوي الإعاقة، هاجمنا هذا القانون وقلنا بأنه هذا القانون يعني بقصور وما لبى الاحتياجات وما اتفق مع يعني كثير من الفقرات ما اتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006. وبعدين إحنا قلنا ليش إحنا نفكر بهذا التفكير؟ يعني هذا التفكير ما منطقي. إحنا خلي نجي نطبق اللي موجود، خلي نجي نستفيد من الحقوق اللي موجودة، وبعدين نجي نفكر نعدل هذا القانون ونجعل القانون بشكل أفضل بحيث يلبي كل طموحاتنا. اللي حصل بأنه هناك كل وزارات الدولة صار عليها التزام.